طيب عملت ايه في الفاصل؟ بس حطيت البصل بتاعي عشان ياخد سوا كده مع اللحمه المفرومه، وحطينا الفلفل الاسود بتاعنا. نحط البهارات بتاعتنا، بسم الله، حط حبه بهارات حلوين، ما تستخسروش البهارات عشان يبقى يدي طعم حلو، وشويه من الملح، وهنحط الصويا صوص بتاعنا اهو بس كده، وهنحط معلقتين الصلصه وهنقلب كل ده مع بعض اهو بس كده. ارمي الفلفل بتاعنا الحلو ده، وبكده جمعنا كل حاجتنا. هنقلب بقى تقليبه حلوه اهو بالشكل ده كده، وهبدا اضيف بقى الميه بتاعتي اللي هتديني الصوص الحلو عشان ننزله على القرنبيط، ويبقى الوصفه دي كده تمام بالنسبه لي اهو. بسم الله، ونقلب بالشكل ده. ايوه، حطينا الميه على الصلصه. بيسالوني في الكنترول على حاجات فبجاوبهم، بس انا اولى طبخ لسه. استاذه ياسمين، احنا عايزينك تبقي ايه؟ من اوائل الشيفات. ايوه. بس نرجع الحاجات دي ورا. هنجيب بقى الصينيه بتاعتي ونبدا نقفل الطاجن الحلو ده او الصينيه الحلوه دي. طيب احنا لسه ما حطيناش الصلصه بتاعتنا او الطماطم، الايه كوبايتين الطماطم. هنعمل ايه؟ هناخد الطماطم دي كده وننزلها. طبعا انا حاسه ان ايه الطاسه بالنسبه لي كده بتقول لي ارحميني، ما تقلقوش كله تحت السيطره. قلت لهم حطوا لي ووك، حطوا لي الصينيه، مفيش مشكله الطاسه. طيب هنعمل ايه بقى في الخطوه اللي جايه دي؟ هنسيب دي كده التكتك مع نفسها. انا لو لقيت ووك قدامي كده عشان ابقى مامنه نفسي ومش قلقانه من اللي بيحصل على النار، مفيش، نجيب حله، نجيب حله. احب امن نفسي كده ما بقاش قلقانه من اللي بيحصل على النار. الو يا ام مي. ايوه، ازيك يا عزه؟ عامله ايه؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله كله تمام؟ الحمد لله يا شيخ. وحشاني والله يا ام مي. بتكلميني والخط بيقطع عليكي، وامبارح المساجده كلمتك وباركت لك. سمعتي طبعا؟ ايوه سمعتها حبيبه قلبي. والله قولي لي يا قلبي. والله بقول لك انا اسفه، بس الشبكه كانت وحشه عند بنتي، والله كنت بكلمك يا حبيبتي. احنا اللي اسفين ان الخط قطع والشبكه دي، يعني احنا بنتاسف لك. لا والله، ده انا بعد ما اتفرجت قلت ايه ده الشبكه مفيش خالص. معلش يا حبيبتي. لا ولا يهمك يا حبيبتي، ربنا يبارك لك في ولادك يا رب ويفرحك بيهم. انا بقول لرشا بنتي مبروك على المولود الجديد. مبروك يا رشا، عقبال كده ولاد كتير جايين بقى في حياه مامتك يا رب. اول حفيد بقى ليا بقى ده يا شيخ عزه. ما شاء الله، ربنا يخلي يا رب يفرحك بيهم كلهم يا رب. الله يخليك يا شيخ عزه. انا معاكي بقى، قولي كل اللي كان نفسك تقوليه امبارح. والله الف مبروك وربنا يخليه لها يا رب. يا رب يا حبيبتي، ان شاء الله باذن الله يا حبيبتي. ماشي يا روحي، شكرا لاتصالك، شكرا ليكي. بصوا زي برضو ما عملنا المره اللي فاتت، بس انا بقى بعمل بسرعه كده بايديا عشان احنا ما عندناش وقت، والحاجه ايه عندنا وصفات تانية اهو بالشكل ده. قطع كده على قد ما بنقدر صغير اهو. بصوا كده، عايزه بس اوسع لنفسي شويه اهو بالشكل ده كده، وننزل كده في الصينيه بتاعتي اهو. وزي ما انتوا شايفين كده التسبيكه بتاعتي بتاخد غلوه، وعلى طول على طول هنزلها على الطاجن الحلو ده. هناخد كام واحده من هنا ونشتغل كده على طول اهو. الطاجن ده لازم نظبطه كده، لان الطاجن ده حلو قوي باللحمه المفرومه، بيبقى طعمه حلو جدا اهو. وجربوا برده وانتوا هتحكموا بنفسكم اهو. نشيل الحته دي ملهاش لازمه، انا بقول كفايه كده عليا هنا، وكمان التسبيكه دي او الصلصه دي هتبقى كتير. طيب هنعمل ايه ونعمل ايه؟ الو يا ايه، يا ايه. انا قلت لها ما تقولش اسمي. ما ليه بقى؟ عشان بحب ارضيك يا شيف. اهلا وسهلا. انا بحبك قد ايه حبيبه قلبي، تسلمي لي يا رب. أهلا والله العظيم بحبك، وبحب اكل اكلك، وبحب اعمل كل اللي انت بتعمليه. بتحبي تاكلي اكل؟ ده انت كده معايا هنا. ايوه طبعا. يعني انت من الفانزات اللي موجودين في المكان. اه طبعا. على راسي يا حبيبتي. بكده
حبيبة قلبي على راسي يا قلبي. حبيبتي يا جميلة. بس هما كده هيقولوا ان انا اللي مدخلاكي. لا انا اللي داخله وانا اللي بخش على دي تاني مره تكلمني فعلا. كانت اجازه ولقيتها بتكلمني من البيت تقول انا كنت اجازه وكلمتك. ايوه حصل. حبيبتي ربنا يخليكي تسلمي لي ويخليكي لنا يا زوزي يا رب. شكرا ليكي يا قلبي، مع السلامه يا ايه. سلام يا قلبي. اهو بصوا نفضل بقى نشرب كده عشان خاطر ندي بقى الايه الطاجن ده حقه. بصوا لازم يبقى الصلصه بتاعتك كده ايه مغطياه عشان هو لسه هيدخل فرن فهيتشرب زي ما قلنا. بس كده اهو. بس كده حلو قوي كده بالنسبه لي. هاخده بقى كده زي ما هو كده، هرش بس ايه رشه كده بقدونس على الوش وهدخله الفرن كده. عظمه، مش محتاج اي حاجه. انتوا النهارده اسئلتكم كترت في الكنترول، اسئلتكم كترت. ممكن نحط جبن على الثانيه كمان، وممكن نحط على الاثنين، ينفع يتحط عليهم جبن. خلينا نروح. حاضر، خلينا نروح، عندنا مناسبات النهارده يا ياسمين. تسيح على الهواء اهو. طيب نخش بقى على الوصفه الاخيره بالنسبه لنا النهارده، واللي هي الوصفه العاديه اللي كلنا عارفينها اللي احنا بنعملها في بيوتنا. انا وديت الايه، انا بس بلملم كده حواليا عشان خاطر نعرف نشتغل ونخش في اللي بعده. طيب معانا بقى المكونات اهي كلها، تعالوا بقى نقولها كده واحده واحده مع بعض. بسم الله بسم الله بسم الله. فين انا تهت مني اهو، قرنبيط المقلي. يلا بينا. معانا زهره من القرنبيط، قلنا مسلوقه وقلنا الطريقه المسلوقه بيها. معانا التتبيله 5 بيضات، ومعانا ثوم مهروس، ومعانا كوبايه من اللبن، ومعانا كمان معلقه من البيكنج باودر، وبوله من الكزبره، ومعانا كمان بوله من الشبت، ومعانا 3 معالق من النشا، ومعلقتين من الدقيق، ومعانا ملح وفلفل، ومعانا بهارات وكمون وكركم وكزبره وبصل باودر وثوم باودر، وبوله من الزبده، ومعرفش ليه بوله من الزبده برده، بس تمام. يلا بينا. هنجيب بقى البوله بتاعتنا الحلوه دي اهو. هنجيب معانا كده مضرب يدوي اهو. هنجيب البيض، بسم الله. معانا 5 بيضات، تمام. ومعانا ايه تاني عايزين دلوقتي؟ بسم الله بسم الله. الفلفل الاسود. احنا لازم نعمل ايه؟ ننزل المكونات برضو بطريقه ايه معينه كده عشان خاطر بصوا البيض نقوم مفكينه كده من بعضه، بس نقوم منزلين اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. ونقلب اهو. ننزل بقى بمقية المكونات بتاعتنا اللي هي التوابل، الكركم ورشة حلوة كده من الملح. ركزوا بقى عشان الوصفة دي هتعجبكم جدا. ومعانا الثوم البودر، ومعانا شوية من البهارات اهو، شويه من الكزبره، والكزبره هنا مهمه جدا بتدي طعم حلو، ومعلقه من الخل اهو. خلي بقى الكركم والنشا ماشي. معانا الثوم، ناخد كده حبه حلوين بس كده اهو. ومعانا البصل البودر. ناقص لنا ايه تاني يا شباب الخير؟ ولا حاجه. هنا كده نقلب الحاجات دي كلها مع بعض الاول. بسم الله اهو. نقلب كده تقليبه حلوه، ناخد كل التوابل دي ندربها كده مع اللبن والبيض بالشكل ده. شايفين بقى الكركم بيدي لون حلو ازاي؟ هو ده اللون اللي انا عايزاه عشان يديني نتيجه حلوه. بس كده هنقوم جايبين الدقيق بتاعنا، بسم الله الرحمن الرحيم، 2 كوباية دقيق، ونقوم منزلين عليهم 3 معالق النشا بس كده، معلقه البيكنج باودر كده زي الفل. حطينا ايه؟ هنقول تاني، حطينا 5 بيضات، وحطينا 2 كوباية اللبن، حطينا التوابل بتاعتنا كلها اللي احنا قلناها، قلبنا كويس جدا، نزلنا 2 كوباية اللبن، ونزلنا كمان ب3 معالق من النشا، وحطينا معلقه من البيكنج باودر، ونقلب بقى كويس جدا. انا عايزه بس اوسع كده عشان ايه الصوره بالنسبه لنا تبقى واضحه وشكلها حلو اهو. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم.
بصوا حسيته انه تقيل شويه نخففه، مفيش مشكله يعني، اديله ايه سنه ميه كده او سنه لبن المتاحه عندك بقى اهو. ندرب كويس قوي لحد ما نحس ان الدقيق بتاعنا اختلط كويس جدا بالبيض وبقيه المكونات اهو. بس كده انا بالنسبه لي القوام ده حلو جدا اهو، مش محتاجه ولا احط اي حاجه خلاص. طيب ناقص لنا ايه؟ رشه الشبت، وما نحطش كتير عشان ما يسودش مننا القرنبيط، ورشه الكزبره. ونتدربه كمان، ندرب كمان تدريبه كده حلوه اهو، ونقلي وشكرا. بس عايزه اقول لكم بقى طعم خطير بامانه، والله الطعم ده خطير اهو. بس كده حاطين الزيت بتاعنا على النار بيسخن، هنبدا بقى نحمر على طول ونقول بسم الله. عايزين اقول لكم المكونات تاني، ممكن ننزلها على الشاشه يا حسنه معلش. مكونات اللي احنا بنعملها دي يا قلبي، يلا تاني عشان انا عارفه ان احنا هنتسال عنها تاني. يلا بينا. حاضر حاضر حضرتك، حاضر حضرتك اهو. الزيت بتاعنا بيسخن والحاجه بتاعتنا كلها تمام زي ما احنا برضو، والمقادير معانا على الشاشه. انا هشيل دي بس معلش، انا هبدا اشتغل معلش يا قلبي معلش، استحملينا. ما انا مش هقعد اجيب الصوره ومش هشتغل واطلع من غير ما اعمل حاجه، صح؟ والله مش ديكوريشن، احنا مش طالعين ديكوريشن. ماشي اتفضلي حضرتك. بصوا بقى، عشان زي ما انا قلت لكم ما بحبش حجم الحاجه تبقى تخينه كده ومكلكعه، انا هبدا اعمل ايه؟ اقسم كده اهو، شايفين؟ مش بالنسبه لكم بقى انتوا راحتكم، بس انا بقول لكم التسويه اللي تطلع معاكم حلوه اهو. دي كويسة، ممكن نقطع بس حتة من هنا كده اهو، ودي تمام ودي تمام. يلا بينا اهو، خلصنا، مفيش اسرع من كده اهو.